خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، والحقيقة أن الابتكارات والاختراعات كل يوم فيها جديد. عشان كده خلينا نعرفكم على أحدث ابتكار نفذه فريق طبي في الولايات المتحدة الأمريكية. الفريق ده ببساطة عمل جراحة وزرع أذن بشرية تم إنشائها باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، أو زي ما احنا ما بنسمع عنها وبنطلق عليها الـ 3D. إيه الحكاية؟ خلينا نفهم الموضوع ده أكتر في التقرير اللي جاي ونرجع لحضراتكم على طول. فريق طبي أمريكي عمل عملية زرع لأذن بشرية تم إنشائها من خلايا المريض المعالج باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد. التقنية دي ممكن تساعد الأشخاص اللي بيعانوا من عيوب خلقية نادرة جداً. العملية اتعملت في إطار تجربة سريرية علشان تقييم مدى سلامتها ودرجة فعاليتها للأشخاص اللي بيعانوا من صغر الأذن وكمان اللي عندهم تشوهات في أذنهم الخارجية. الابتكار ده اسمه الغرسة، ونفذه أورتروبونيا، مؤسس معهد متخصص في علاج تشوهات الأذن في سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية. بيتم تنفيذ العملية عن طريق تكوين انطباع ثلاثي الأبعاد لأذن المريض الأخرى النامية بالكامل، وبعد كده بيتم جمع خلايا الغضاريف وزرعها للحصول على كمية كافية منها علشان تتخلط مع هيدروجيل الكولاجين، وده الخليط المستخدم في طباعة الزرع. بعد ما العملية تخلص وبينتهي الطبيب من عملية الزرع، لازم يمر وقت كافي علشان الأذن تاخد شكلها الطبيعي وملمسها ومرونتها. إجمالي المرضى اللي هيتم إجراء التجربة السريرية عليهم هيكونوا 11 شخص، والدكتور اللي هيعمل لهم العملية عنده أمل إن الابتكار ده يحل محل العلاجات المستخدمة في الوقت الحالي واللي بتكون عبارة عن أطراف صناعية عادية. الدافع اللي خلى الاختراع ده يظهر للنور والعلماء يشتغلوا على تنفيذه إن في أطفال كتير بتتولد بعيوب خلقية في الأذن وبيعيشوا بشكل غير طبيعي، والنتيجة في الآخر إن الأطفال دي بتتأثر من نظرة الآخرين ليهم. حتى إن العلماء الأمريكان اللي اشتغلوا على الابتكار قالوا إن خطر الإصابة بتشوه الأذن راجع من إصابة الأم بمرض السكر، أو إنها ماشية على نظام غذائي مفهوش قدر كافي من الكربوهيدرات وحمض الفوليك. أسباب تانية كتير بتسبب تشوهات الأذن، زي مثلاً الخلل الجيني خلال تكوين الجنين في الرحم، والتعرض لبعض الأدوية خلال الحمل اللي بتسبب التشوهات، ومشكلات الدورة الدموية للجنين اللي أسبابها نقص مد الأذن بالدم خلال عملية النمو.